سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من مسلسل حلقات من بعد نقدمها لحضراتكم من العاصمة الإيرانية طهران. سنبحث خلالها ملفات عدة تتعلق بالشؤون الإيرانية والإقليمية مع ضيف الكريم الدكتور حسين شيخ الإسلام، مستشار رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور. أنا مسلم درام خدمة. أنا أيضا أحييكم ومشاهديكم الأعزاء. يعني بداية دكتور، أود أن أبحث في الملف النووي. 3 أشهر مضت على الاتفاق النووي أو تنفيذ الاتفاق النووي. ماذا حصلت إيران من هذا الاتفاق في هذه الفترة، خاصة في ظل الخلاف الواضح ما بين الحكومة الإيرانية والمحافظين في الداخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واقع امنی که توافق بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، وليس فقط بين إيران وأمريكا. والنقطة المهمة هي اعتراف هذه المجموعة من الدول الكبرى بحق إيران في امتلاك الطاقة النووية، وكذلك الاستفادة من الذرة في كافة الصناعات السلمية، وكذلك التكنولوجيا المتطورة. وهذا ما كانت أمريكا تعارضه، ونحن قد أكدنا منذ البداية على عدم وجود أي نوايا لدينا لصناعة السلاح النووي، ونعتبره معارضا لأحكام ديننا وكذلك معارضا للإنسانية. وأن السلاح الذي يعتبر سلاح الدمار الشامل يعتبر وطبقا لفتاوى مراجع الدين الشيعة وخصوصا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، محرم وممنوع. وحقيقة الأمر أننا دخلنا لعبة كان الغرب يحاول أن يروج فيها إلى أنه هو الذي منع إيران من امتلاك التقنية النووية، وليس قوانين ديننا، ويعتبرونه إنجازا لأنفسهم. وأعتقد أن أكبر إنجازاتنا هي أن الحظر الذي فرض من قبل مجموعة 5+1 قد ألغي، وأن الكثير من الدول بدأت تعيد علاقاتها وتبادلاتها معنا. ولكن هناك بعض المصارف الكبرى تتعامل معنا بحذر خوفا من العقوبات الأمريكية، إلا أن المعاملات المالية والتجارية والاستثمارات بدأت تأخذ طريقها الطبيعي. ونظرا لتبعات مرحلة الحظر وكذلك التحذيرات الأمريكية للبنوك، نشاهد بعض المشاكل الأخرى بدأت تأخذ طريقها نحو الحل ولو ببطء. نعم، يعني دكتور، اللواء جعفري القائد العام لقوات الحرس الثوري في تصريحه الأخير يعني قال أن التهديدات أصبحت أكثر جدية بعد الاتفاق النووي، ما يعني ذلك؟ متأسفانه بخاطر رفتارهای للأسف وبسبب سلوكيات بعض الأنظمة الملكية بالمنطقة، وكذلك وجود النوايا الأمريكية لبيع السلاح، لذا ترى الأمريكان يسعون لتوتير الأجواء في المنطقة، وهذا يدفع بدول المنطقة إلى شراء المزيد من السلاح الذي يعتبر بحد ذاته برميل بارود يمكن الاستفادة منه ضد شعوب المنطقة. وقد شاهدنا ذلك للأسف في المواجهات بين دول المنطقة. ففي الوقت الذي يجب أن تستخدم هذه الأسلحة ضد إسرائيل والمحتلين، نشاهد أنه وبسبب تعهد هذه الدول لأمريكا وقيام الأخيرة بإدارة الأمور وفق مصالحها، فإن إسرائيل
باتت في زاوية آمنة، وتعززت كذلك سياسات الاستكبار التي تتمحور حول افتعال الأزمات وإشعال فتيل المواجهات بين المسلمين، بدليل ما نشاهدها في مواجهات حاليا في اليمن وكذلك سوريا، وهذا للأسف يستنزف إمكانات دول المنطقة. ومن خلال محاولات تضعيف قوى دول المنطقة نشاهد أن إسرائيل بدأت تستعيد قوتها، كما أن إسرائيل ونظرا لامتلاكها الأسلحة المتطورة فإنها باتت تشكل خطرا جادا خصوصا لنا نحن باعتبارنا الداعمين للمقاومة، ونحن لا نجد أي دولة أو جهة تعادينا في المنطقة سوى إسرائيل. وإن تزويد أمريكا لإسرائيل بالأسلحة المتطورة جاء لإيجاد التوازن، بدليل أن أمريكا باعت للأنظمة الملكية العربية في المنطقة أسلحة متطورة، وأنا أعتقد أن الأنظمة العربية ونظرا لتعهداتها لن تستخدم أسلحتها ضد إسرائيل، إلا أن الإسرائيليين يستغلون الفرصة لامتلاك الأسلحة الأكثر تطورا بذريعة أن بعض الدول العربية اشترت أسلحة متطورة من أمريكا، وهذا الذي يشكل تهديدا لنا. وفي المقابل فإن طريقتنا للمقابلة تنص على ضرورة الاتكاء على قدراتنا الذاتية وإنتاجنا الداخلي وتكنولوجيتنا الداخلية، وهذا ليس سوى الصواريخ المتطورة والدقيقة التي ننتجها في الداخل، فهذه الصواريخ تشكل قوتنا الرادعة في مقابل إسرائيل وأمام أي خطر. يعني هل هذه التصريحات تتعلق ب أو ترتبط بالاتفاق النووي؟ يعني هذه التهديدات كثرت بعد الاتفاق النووي؟ بله ببینین این شاهنشاهی های منطقه. نعم، لاحظ أن الأنظمة الملكية في المنطقة تعتقد بأن الاتفاق النووي هو ضدهم، أو أنهم يشعرون بأن الاتفاق سيجعلهم ضعاف أمامنا، ومن أجل ذلك طالبوا بشراء المزيد من الأسلحة المتطورة من أمريكا. ونظرا لشراء هذه الدول للأسلحة المتطورة فإن إسرائيل طلبت من أمريكا أسلحة أكثر تطورا، وأن الأمريكان قدموا السلاح المتطور لإسرائيل، وهذا ما يشكل خطرا وتهديدا لنا. وأنا لا أعتقد بأن أسلحة الأنظمة العربية هي من أجل مواجهة إسرائيل، أو أن تكون الأسلحة لدى إسرائيل من أجل مواجهة هذه الأنظمة، فأسلحة إسرائيل تهديدا لنا، ونحن أعددنا أنفسنا لمواجهة ذلك التهديد والرد عليه. وأن الاختبارات الصاروخية التي نجريها أو المناورات التي نجريها هي من أجل أن يعلم عدونا بأننا قادرون على الرد على التهديدات الإسرائيلية، ومن أجل أن نفهم عدونا بأنه يجب أن يعيد النظر في حساباته قبل أن يدخل حربا ضدنا. لذلك فإننا نعلن على مدى قوتنا الصاروخية ونجري المناورات ليعلم عدونا سواء كان أمريكا أو إسرائيل أو من يحرض إسرائيل ضدنا بالقوة التي يواجهها ورد الفعل الذي سيواجهه في حال تهوره. نحن نقول ذلك بصورة واضحة وشفافة، وهذا ليس تهديدا لدول الجوار، وإنما هو من أجل مقابلة إسرائيل، وخصوصا الذين يخطئون في حساباتهم أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بویژه که کسی محاسبه اشتباه نکنه و وارد یه جنگی بشه که هم اونها ضرر بکنن و هم دوستان دیگه. نعم، يعني دكتور هناك جهات في الداخل في الآونة الأخيرة بدأت تتحدث عن فتح مفاوضات جديدة على غرار مفاوضات النووية، لكن في الملف الإقليمي والتسويات الإقليمية. هل اولا ما هي قراءتك لهذه هذه الرؤيه، وهل تؤيد ذلك او تعارض؟ من مخالف هستم. انني اعارض. لقد كانت مفاوضاتنا مع مجموعة 5+1 هي من أجل تثبيت حقوقنا التي تكفلها لمعادلة NPT، وأن الأمريكان والغرب كانوا يرفضون الاعتراف بهذه الحقوق من خلال الحظر والضغوط المستمرة. فالمفاوضات التي أجريت كانت لهذا السبب، ومن أجل أن يعترف الجانب المقابل بحقوقنا في امتلاك التقنية النووية للأغراض
السلمية، ولكننا لن نتفاوض مع أي قوة وخصوصا أمريكا في أي مجال غير الحقوق للجمهورية الإسلامية، لأن نكون في هذه الحالة قد اعترفنا بحقهم في التدخل في المنطقة، فنحن نعتقد بأن المنطقة يجب أن تحل المشاكل بداخلها من قبل الدول المتجاورة وشعوب المنطقة وبدون أي تدخل أمريكي، وهذا هو الحل الذي نريده لسوريا، ونعتقد بضرورة تفاهم السوريين فيما بينهم لحل مشاكلهم، وكذلك نعتقد بأن اليمن يجب أن يحل مشاكله عبر الحوار اليمني، لذا فإننا لن ندخل في مفاوضات مع أمريكا غير المفاوضات النووية، وذلك لأنه يتعارض مع بنود دستورنا التي تنص على حل مشاكل المنطقة بيد أبنائها، وهذا لا علاقة له بالرئيس الأمريكي، وليست من صلاحياته أن يتخذ القرارات للشعب السوري أو الشعب اليمني، ولن يخص حتى إيران، فالشعوب في سوريا واليمن هي التي يجب أن تتخذ قراراتها لتحل مشاكلها، لذا فإن التفاوض مع أمريكا تعارض مع الدستور وكذلك العقل وكذلك الاستقلال للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يجب أن يتدخل الأجانب في هذه الأمور. عدم دخالة خارجي در أمور منطقة است. ما بهم مذاكرة نمیکنیم. اللحظة إذا تسمح لي دكتور، فيما تفضلت بشأن القضية السورية وعدم تدخل الخارجيين في الملفات الإقليمية، هناك من يتهم إيران أن الجمهورية الإسلامية تتدخل في الشؤون السورية أو اليمنية، كيف توفق بين هذه الرؤية أو كيف تصفها؟ دربت باليمن كم حضوري نداري. بخصوص اليمن فإننا لم نرسل القوات إلى اليمن، وأن اليمنيين لم يطلبوا منا ذلك، ولكن ممكن أن اليمنيون يميلون إلى محور المقاومة، ولكن هذا ليس بمعنى التدخل في الشأن اليمني، وليس من شأننا التدخل في شعوب ودول المنطقة. ولكن بخصوص سوريا فإننا وفي إطار جبهة المقاومة كانت لنا علاقات منذ السابق، وكانت لنا اتصالات عسكرية وخصوصا في إطار صناعة الصواريخ، وكذلك في إطار التعاون الاستشاري العسكري، لأن هذه الأسلحة وخصوصا الصاروخية هي ضد إسرائيل. وباندلاع الأزمة السورية وبدء التدخلات الأجنبية وكذلك إرسال الإرهابيين من كل العالم إلى سوريا بدعم من الناتو وبعض الدول اللئيمة المجاورة لسوريا، فإن الحكومة السورية طلبت من إيران وبصورة رسمية دعما استشاريا بصورة رسمية، وأن إيران أصدرت الأوامر إلى القوات التي كانت هناك والقوات التي أرسلتها إلى سوريا لاحقا بمساعدة سوريا في بسط الأمن والسلام والهدوء هناك ومواجهة التدخلات الخارجية، فسوريا طلبت منا الدعم وبشكل رسمي والمساعدة في هذا الشأن، خصوصا وأن سوريا عضو في الأمم المتحدة ولها سفراء في الكثير من دول العالم، وقد ساعدناها لأننا لا نريد أن تضعف جبهة المقاومة، ونعتقد بأن حل القضية السورية يحتاج إلى سبل أكثر ديمقراطية وحوار سوري، كما نعتقد بأن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مصير بلاده وليس أي بلد آخر، سواء كان إيران أو أمريكا، الشعب السوري مردم السوري بتعين كنا. دكتور، في الآونة الأخيرة المحكمة الأمريكية العليا احتجزت ملياري دولار من الأموال المجمدة الإيرانية
بذريعة ما وصفته باعتداءات إرهابية. كيف تصف هذه الخطوة؟ وما هي آليات ما هي آلياتكم القانونية لمواجهة أو استعادة الأموال الإيرانية؟ بله، این یک راهزنی بزرگه، این یک دزدی بزرگه. نعم، هذا كان سرقة لأموالنا التي كانت في البنك المركزي الأمريكي، وهذا ما سيترك آثارا مباشرة على مكانة أمريكا في العالم. فأمريكا تعتدي على الكثير من دول العالم، وهذه إحدى هذه الاعتداءات الأمريكية. وما يؤسف له أن الهيكلية الدولية تتعرض للضغوط الأمريكية. والحقيقة أن أمريكا هاجمت طائرة ركاب إيرانية قبل 30 عاما وقتلت 290 مسافرا بريئا، وأن الأمريكيين هاجموا الطائرة وأسقطوها رغم علمهم بأن الطائرة كانت في طريقها بين إيران والإمارات. ولم يكتفوا بذلك، إذ منحوا قائد الفرقاطة التي أسقطت الطائرة الإيرانية نوطة شجاعة. بصراحة هذا ما يعني أن قائد الفرقاطة كان قد تلقى الأوامر من الرئيس الأمريكي بمهاجمة الطائرة الإيرانية. واللافت أن أمريكا، وعندما اتفقنا في الجزائر لإطلاق سراح رهائنها، أمضت على اتفاقية تضمت في بندها الأول التعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران. ولكن هل تشاهدون الآن تدخلا سافرا أوضح من أن تسقط طائرة مدنية وتقتل كل ركابها من أطفال ونساء، أو المساعدات التي قدمتها أمريكا لنظام صدام حسين في العراق طيلة فترة الحرب المفروضة، أو الخرائط التي زودته بها وكالات مخابرات الغرب، وقصف منصاتنا النفطية، وغيرها من القضايا التي تعتبر خلافا لتعهدات أمريكا في اتفاقية الجزائر؟ وما يثير الدهشة هو أن جهات إرهابية تقوم بتنفيذ أعمال إرهابية في أمريكا، فيما يقرر الكونغرس الأمريكي مناقشة ذلك وإجراء التحقيقات بشأنها حاليا. وما يثير الدهشة أكثر هو لماذا لم تتطرق أمريكا لذلك منذ عام 2001 وأبقت قسما من التحقيقات السرية وأخفتها عن الشعب الأمريكي الذي قدم قرابة 5000 من أبنائه في تلك العمليات الإرهابية؟ وبأي دليل كان؟ ولا أريد أن أتطرق لمكانة السعودية لدى أمريكا إن كانت مقبولة أو كريهة، ولكن نشاهد أن أمريكا تريد الآن أن تتطرق لذلك عبر توجيه التهم إلى السعودية. فما يثير التساؤل هنا هو أن تقوم جماعة إرهابية بارتكاب جريمة في فترة ما، ونتحمل نحن دفع هذا الثمن، كما أن أمريكا وبدون أي وثائق تريد أن تحملنا مسؤولية جريمة ارتكبت في بيروت. ونعود إلى موضوعنا بشأن الأموال، فإنها كانت موضوعة في البنوك الأمريكية، وأن التعرض لها يعتبر معارضا للقوانين الدولية وقوانين المصارف الدولية. أي أمريكا تريد أن تعطي الخسائر لعوائل وذوي ضحايا قتلوا في عملية إرهابية من أموالنا، في الوقت الذي أسقطت أمريكا طائرتنا المدنية بصورة علنية فوق مياهنا وفي أرضنا، ويجب أن لا نتخذ أي خطوة إزاءها. نعم، هم قاموا هذه العمليات الإرهابية، ولكننا في عام 2001 أقصد ندفع هذا الثمن في هذه المرحلة. بصراحة أخفيت نتائج تحقيقاتها عن الشعب الأمريكي، فيما نشاهد أن أمريكا تخطط لفتح الملف وإجراء التحقيقات الآن. لذا علينا أن ننتظر لنرى من هي الجهة التي ستحملها أمريكا المسؤولية، وهذا طبعا ليس ديمقراطية ولا حرية، وليس الطريقة الصحيحة يعتمدها القضاء الأمريكي. وأنا لا أدري وفق أي معايير تدار الأمور في أمريكا، فإنها وبدلا من أن تكون صادقة مع شعبها نشاهد أنها لا تزال تخفي النتائج عن شعبها. والأنكى من ذلك هو يجب أن نتحمل نحن المسؤولية في الوقت الذي لا يمتلكون أي دليل ضدنا. لذا إنهم يريدون نهب أموالنا، لأننا تمكننا من أن نثبت حقنا في هذه الأموال، وهذه مسألة مهمة يجب العالم أن يعرفها، وخاصة الشعب الأمريكي. طيب سيارة النائب، يعني هل لديكم آليات قانونية
لاستعادة هذه الأموال؟ من خيلي مطمئن نستم كإن نعم، مع أنني غير مطمئن من مدى قوة هذه الآليات، إلا أننا سنقوم في الأوساط الدولية وكذلك المحاكم التجارية والمالية والحقوقية بتقديم الشكاوى، فهذه الأموال مودعة والتلاعب بها ممنوع، كذلك الجهة المتلاعبة تقع تحت طائلة المسؤولية، وقد يسمح القضاء الأمريكي للحكومة ما تلاعب بها، إلا أننا سنقدم بالشكاوى حتى إثبات حقنا في هذا المجال إن شاء الله. تعاوني شامدري دكتور، يعني كما تعلمون السيد ظريف في الأيام القليلة الماضية زار نظيره الأمريكي جون كيري في نيويورك لمتابعة كيفية تنفيذ الاتفاق النووي، ماذا حصل؟ بلا شك أمريكا يوم يجان كي لا شك أن السيد كيري أكد على تعهد بلاده بالالتزام بما اتفق عليه في المفاوضات النووية، إلا أن الجو السائد في أمريكا حاليا لن يسمح لتنفيذ التعهدات. نحن قلنا بصراحة للأمريكيين بأن تنفيذ الاتفاق مهم لدينا وليس التوقيع عليه، وأن هذا الاتفاق يجب أن ينفذ وأموالنا يجب أن تسترجع، وهذه سرقة كبيرة ولا يمكن أن يستمر الوضع على هذه الحالة، وأن الضغوط ستستمر على أمريكا حتى ترضخ للأمر الواقع، وعلى الأمريكان أن يعلموا بأن الاتفاق لم يكن معهم لوحدهم، فالاتفاق النووي كان مع الأوروبيين ودولتين مهمتين كالصين وكذلك روسيا، ومما لا شك فيه أننا غير ملزمين في تنظيم تعاملنا مع الأمريكيين لوحدهم، ونحن في الأساس لا نريد أي علاقة اقتصادية مع أمريكا، ولم تكن لدينا أي تعاملات سوى في بعض الحالات القليلة من قبيل شراء المنتوجات، ونحن لسنا طالبين للعلاقة مع المصارف الأمريكية، وكل ما نريده هو أن تكون المصارف حرة وتشعر بالأمان من التهديدات التي قد تطلقها أمريكا فيما بعد، وأن الاتفاق ينص على حتمية تعامل أمريكا بشفافية كاملة، ومع أن السيد كيري يؤكد بأن بلاده ستتعاون لحل مثل هذه المشاكل، إلا أن ذلك يجب أن يكون ملموسا لدينا. ولكن باید عملي بشه، این قولها برای ما کافی نیست. بعد 7 أشهر ربما ستنتهي الإدارة الأمريكية والحكومة الأمريكية الحالية، هل بعد أن تأتي الحكومة الجديدة ايضا سيبقى هذا الاتفاق النووي؟ الحكومة الجديدة مجبرة على تأييد الاتفاق، وكما ذكرت فإن الاتفاق لم يكن مع أمريكا لوحدها، إذ أن هناك أوروبا والاتحاد الأوروبي وكذلك الصين وروسيا، وإذا ما رفضت أمريكا الالتزام بالتعهدات فإن ذلك يعني تلخبط الهيكلية الدولية وتوجيه لطمة إلى مكانة أمريكا الدولية، ولو رفضت أمريكا الالتزام فإننا بالمقابل سنرفض الالتزام، وهذه ليست بمشكلة كبيرة لدينا، وسنقوم حينها وبسرعة بتفعيل أجهزة الطرد المركزي، ونقوم بتنفيذ الخطوات التي أوقفناها أو عطلناها، أي أنه في حال تنصل أمريكا نكون نحن بالمقابل محقين في التعامل بالمثل معهم. طيب دكتور، يعني أنتم وفيتم بجميع التزاماتكم في الاتفاق النووي، لكن الغرب لحد الآن لم يفي بتعهداته على أرض الواقع. نعم، على الأوراق أزيلت العقوبات ورفعت، لكن على أرض الواقع لم يكن شيء. فيما إذا تملص الغرب من تعهداته والتزاماته، ماذا سيكون الرد الإيراني؟ لنكن صادقين وواقعيين، أن الأمر ليس كما نعتقد بأن الغرب لن ينفذ أي تعهداته، فهناك بعض الدول ومعها الصين وكذلك روسيا
ودول آسيوية أمثال الهند واليابان وكوريا الجنوبية قد نفذوا بعض النقاط واتخذوا بعض الخطوات مع أنها ليست بحجم الاتفاق، ونحن نتوقع أن تكون الخطوات طبقا لبنود الاتفاق، ونحن الآن ننتظر لما سيفعلونه، فإنهم يؤكدون على أن القضية هي حرب نفسية وتعود إلى الخوف من أمريكا. فالغرب يؤكد بأن القضية ليست حقوقية وأن هذه الدول الأوروبية وخصوصا شركات الضمان الخاصة بالملاحة تتعهد بالعمل بصدق، وتؤكد بأنها ترغب في التعاون، وتؤكد بأن بنوكها بدأت تمارس نشاطاتها القانونية بشكل صحيح. وإذا ما لم يحصل ما نريد فإننا نرجع مرة أخرى إلى المربع الأول ونقوم بالتخصيب حتى بسرعة أكبر من السابق، وهذا ما لم يستطيع أحد من أن يمنعنا منها، وهذا من حقنا الطبيعي والشرعي، ولا يمنعنا أحد في ذلك. يعني دكتور شيخ الإسلام، بعد رفع العقوبات عن إيران، الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران بحجة الصواريخ البالستية الإيرانية. لماذا هذه الجهود الحثيثة من الأمريكان لتحجيم وتقزيم القدرات الصاروخية الإيرانية، في حين أن كثير من الدول أو بعض الدول يمتلكون رؤوس نووية وأسلحة نووية وأسلحة دمار شامل؟ كاملا درست مجيد إن براي حفاظة رجيم صهيوني. نعم، كما ذكرتم فإن هذا يأتي في سياق الحفاظ عن الكيان الصهيوني، فهم يعرفون بأن القدرات هي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأن أمريكا تريد إنزال الضغوط علينا كي لا تتطور قدراتنا. ونحن نؤكد بأننا لن نتعهد في أي مكان، لا في مجلس الأمن ولا في المفاوضات النووية بشأن قوتنا الصاروخية الرادعة. فهذه القوة تعتبر حاجة ضرورية ورادعة للدفاع عن المنطقة ودولها محور المقاومة ضد الكيان المحتل الإسرائيلي، وهذا يجب أن يعرفه العالم بأجمعه. الدكتور عباس عراقشي كبير المفاوضين الإيرانيين أعلن في تصريحاته الأخيرة تم إبرام اتفاق ما بين إيران وشركة أمريكية لبيع 32 طنا من المياه الثقيلة الإيرانية. هل هذا تنازل إيراني، خاصة وأن الإيرانيين أعلنوا السياسة الإيرانية أعلنوا سابقا أنه الاتفاق النووي لم يشمل التوافق مع الأمريكيين والشركات الأمريكية؟ لا، نحن لم نقل يوما بأننا لن نتعامل مع الشركات الأمريكية، فالإدارة الأمريكية هي التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معنا، وقد فرضت عليها الحظر، وهذا ما عارضته الشركات الأمريكية، فهي تعتقد بأنها ستفقد الفرص في التعامل مع إيران، وأن الشركات الأوروبية قد سبقتها، والشركات الصينية والروسية والهندية واليابانية قد سبقتها أيضا في دخول السوق الإيراني، وهذا صحيح طبعا. وأما بخصوص الماء الثقيل، فقد تم الاتفاق على إخراج الماء الثقيل من إيران، كما يستوجب علينا طبقا للاتفاق النووي إخراج مقدار من اليورانيوم الذي تم تخصيبه في إيران بنسبة 3.5% من البلاد، ونحن نبيع ذلك لمن يعطينا أكثر من غيره، وعليه فإننا بعنا ذلك اليورانيوم إلى روسيا. طيب دكتور، مجلس التعاون الخليجي أصدر قرارا مؤخرا اعتبر حزب الله منظمة إرهابية، ما أهمية هذا القرار في المعادلات الدولية وما تأثيراته؟ أهمية القرار أهمية هذا القرار
تتناسب مع أهمية حجم هذه الدول التي هزمت في سوريا واليمن وكذلك العراق. فماذا حققت هذه الدول؟ ورغم شرائها لكل هذه الأسلحة لمهاجمة اليمن الفقيرة المظلومة والمحرومة، فإنها اليوم مرغمة على التفاوض مع الحوثيين والاعتراف بهم طرفا في الحكومة اليمنية. لاحظ أن حزب الله هو مجد الإسلام وقد هزم إسرائيل، وهو اليوم يهدد إسرائيل التي هزمت كافة جيوش الدول العربية مجتمعة في حربي 67 و73، رغم أن هجمات الدول العربية على إسرائيل كان مباغته ومفاجئة. واللافت أن إسرائيل تعترف اليوم بأن وجودها في خطر أمام حزب الله، وقد أثبت حزب الله أنه لن يدخل في أي ساحة صراع ما لم تكن ضد إسرائيل. فالحرب على سوريا وهي حرب الدعم لإسرائيل والدفاع عنها، لأنها تريد أن تقسم ظهر محور المقاومة التي تتمثل بسوريا، والتي تعتبر حاليا البلد الوحيد الذي لم يساوم أو يتراجع أمام إسرائيل. وإلا فإن أنظمة باقي الدول قد قبلت الأيادي الإسرائيلية بصورة علنية وسرية، واليوم نشاهد أن التطبيع مع إسرائيل بات علنيا وليس سريا، ولن يؤثر على حزب الله أن يدان من قبل أنظمة ملكية. فمكانة حزب الله يجب أن نشاهدها في قلوب الشعوب العربية، ويجب أن نشاهد هل أن الدول العربية تعتبر مجدها في وجود حزب الله أم لا، وهل أن المقاومة تحققت وتحقق أهداف الشعوب العربية أم لا. كما أن العداء لحزب الله ليس وليد الساعة، فالسعودية كانت في عام 2006 تعتبر حرب حزب الله ضد الصهاينة مغامرة. وأما باقي الدول فهي ليست مهمة هي الأخرى كنظام مملكة البحرين الذي يقوم بقمع شعبه بالقوة وخلافا للديمقراطية، أو بعض الدول التي تتخذ مواقف معادية من حزب الله، وكل ذلك لن يؤثر على حزب الله. وبالمقابل نشاهد أن هذه الحركة بينت نقطة مهمة، وهي أن من يقف مقابل حزب الله اليوم هي أنظمة مستبدة تدافع عن إسرائيل وتتبع في سياساتها سياسات أمريكا وتنفذ أوامر الراعي الأمريكي، وأن إسرائيل وأمريكا وهذه الأنظمة تشكل بمجموعها جبهة الظلم والطغيان. انظروا إلى هذه الآية: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وأن قضية الطاغوت موجودة أيضا في آية الكرسي بصورة عامة، إن الحرب حاليا بين الظلم والعدل وبين الحق والباطل، وواضح أن حزب الله ضد الاحتلال ويناضل للدفاع عن مجد المسلمين، فيما نشاهد أن الجانب المقابل يخدم الطاغوت وأمريكا والأجانب وغير المسلمين ويعتبرهم أولياءه بدلا من المؤمنين. طاغوت مكنن نوكري بيغانه مكنن نوكري غير مسلمون مكنن اونها رو ولي خودشون گرفتن عوض مؤمنين. هناك من يعتقد أن هذا القرار هو خطوة تمهيدية لشن حرب خليجية بقيادة إسرائيلية على حزب الله، هل لديهم القدرة لمواجهة حزب الله؟ ما هي قراءتك؟ من فکر نمی کنم حزب الله داره توانایی موشکی خیلی بالایی. أنا لا أعتقد ذلك، فإن حزب الله يمتلك اليوم قوة صاروخية عالية، فالصاروخ سلاح فاعل ورخيص نسبيا، وفي المقابل نشاهد هناك أسلحة دفاعية كالقبة الحديدية التي فشلت نظريا وعمليا، بدليل أن سلاح القبة الحديدية مثلا صنع ليصد 100 صاروخ، فكيف سيكون الأمر لو أن حزب الله أطلق 200 صاروخ؟ وأنا أعدك بأن حزب الله يمتلك مثل هذه الإمكانيات وله القدرة على إطلاق 200 صاروخ دفعة واحدة، لأن لدى حزب الله أكثر من 100,000 صاروخ مستعدة للإطلاق. إذن فإن الأسلحة المضادة للصواريخ محكوم عليها بالفشل نظريا،
وأما عمليا فإن إسرائيل عجزت اليوم عن مواجهة حزب الله، وهذا مشهود لحد الآن، ونشاهد أن حزب الله وحماس قد أطلقت الصواريخ متى ما شاءت دون أن تتمكن إسرائيل من أن تصدها، أي أن الحرب ليست لصالح إسرائيل ولن تخدم الأنظمة الملكية العربية، وأنا لا أعتقد أن يدخل أحد في حرب ضد حزب الله. کمکی نمیکنه و من فکر نمیکنم کسی وارد این جنگ بشه. طيب دکتر، اذا ما شنت حرب ضد حزب الله، ما هو الموقف الايراني على الصعيد السياسي والعسكري تجاه هذا تجاه هذه الحرب؟ بلا شك ما پشتیبان حزب الله خواهیم بود. إننا ندافع عن حزب الله ولا شك في ذلك. لو بدأت إسرائيل الحرب ضد أي جهة فإننا ندافع عن تلك الجهة. التقرير الإسرائيلي الأخير وصف حزب الله بالدرع الذي يحمي لبنان من الأخطار، لكن في المقابل والعجب أن الدول الخليجية تصفه بمنظمة إرهابية. كيف توفق بين هذه الرؤيتين في حين أن العدو هو يعني يمدح حزب الله؟ خب اسرائيل باید واقع بین باشه. ان اسرائيل يجب ان تكون واقعيه وهي كذلك طبعا، وتعلم بانه لا يوجد اي سلاح يحافظ عليها امام قوه حزب الله الصاروخيه، وكما قلنا فالصواريخ رخيصه وسريعه للانتاج وتكنولوجيتها موجوده في لبنان ولا يمكن صدها، وهي سريعه ومؤثره وخصوصا الصواريخ قصيره المدى، و إن إسرائيل ليست مستعدة لأن تعرض نفسها للخطر من أجل أنظمة ملكية عربية وحتى من أجل أمريكا. أما حول قرار الأنظمة العربية المعادي لحزب الله فإنه يؤكد بأنها إلى جانب إسرائيل وليس ضدها، ونحن نأسف على هذا القرار بالطبع، وعلى هذه الأنظمة العربية أن تعي لنفسها ولا تقف إلى جانب الباطل. والمؤسف هنا هو أن يأتي السيد أوباما إلى المنطقة ويفهم الأنظمة العربية المسلمة في منطقة الخليج الفارسي بأنه ليس من صالحها مواجهة إيران. والسؤال هو لماذا تقول أمريكا بأنه ليس من صالح أحد مواجهة إيران؟ والجواب واضح، هو أن أمريكا تعلم بأن مواجهة إيران لن يخدم أحد من الأنظمة الملكية في المنطقة، وتقولها بشكل واضح وعلن. في هذا الحال بالنسبة لإسرائيل فإنه ليس من صالحها أن تواجه حزب الله، وهذه حقيقة واضحة أن لا يقف أمام إيران. دكتور، بعد الانسحاب الروسي من سوريا كثرت الأحاديث والتكهنات بهذا الشأن، هل حدث خلاف أو حدثت مشكلة بين الإيرانيين والروس؟ لا توجد أي مشكلة بين إيران وروسيا، وأن روسيا كانت قد أعلنت منذ البداية أن تواجدها في سوريا سيكون لمدة 4 أشهر، وهذا ما أقره الدوما الروسي، والآن قد مر 6 أشهر على هذا التواجد، وأن القوات الروسية لن تنسحب إلى الآن بالكامل، فإن قوتها المؤثرة وخصوصا الجوية لا تزال في سوريا، وقد أثبت فاعليتها في تدمر وحمص وحلب، وأن منظومتها الصاروخية S-400 لا تزال في سوريا، وقد زادت من قوة سوريا، وأن روسيا أعلنت بأنها ستبقي منظومة S-400 فوق الأراضي السورية، وأن هذا يعتبر تطورا استراتيجيا لروسيا في مقابل أمريكا وأوروبا، كما أن الطائرات الاستطلاعية لن تحلق إلا بالتنسيق مع منظومة S-400 كي لا يحدث خللا وتقصف عن طريق الخطأ وتحدث مشكلة بين
التحالف الغربي وروسيا، وأن لروسيا قوة استراتيجية أخرى، وهي أنها قد أطلقت الصواريخ من على مواقع الإرهابيين في سوريا وهو بحر الخزر، أي أنها عبرت 3 دول. لابد من أن أذكر بأننا نحن قد سمحنا لروسيا بتنفيذ ذلك، شريطة أن يكون الهدف الذي تقصفه في سوريا بالتنسيق معنا، وأن الروس التزموا بدقة ونفذوا مهمتهم في سوريا بقوة وفاعلية، بحيث أن الغرب بات يشعر بأنه وبموازاة استمرار الحرب في سوريا تتوسع القوة الاستراتيجية الروسية في سوريا. والآن نشاهد أن وجود قاعدتي اللاذقية وطرطوس البحريتين ووجود قواعد منظومة S-400 الصاروخية في تلك المنطقة قد عززت من قوة التواجد الروسي في منطقة البحر الأبيض، وهذا ما يفتقده الغرب، وأن الدولة التي تفتقد القوة في البحر تفتقد القوة على الصعيد الدولي، ونظرا لأن الثلوج كانت تكسي الموانئ الشمالية الروسية والموانئ في البحر الأسود، فإن ذلك كان يشكل نقطة ضعف استراتيجية لروسيا أمام الناتو. والآن فإن قيام روسيا بتشييد قواعد في سوريا تكون قد سدت نقاط الضعف لديها، فقيام روسيا باستخدام حق النقيض الفيتو مقابل القرار ضد سوريا في مجلس الأمن 3 مرات بالتعاون مع الصين طبعا كان خطوة مدروسة لتعوض عن الخطأ الذي ارتكبته في ليبيا، والسبب في استخدام حق النقض 3 مرات لأنه كان واضحا لدى روسيا ماذا سيحصل في سوريا. وإلى جانب سوريا فإن الصين بدأت تنشط هي الأخرى في سوريا، فمنذ أن توجهت أمريكا إلى شرق آسيا لممارسة الضغوط على الصين فإن الأخيرة قررت بالمقابل أن تزيد من نشاطها في سوريا، وللمرة الأولى انتخبت الصين ممثلا من سفرائها القدامى الذين كانوا في إيران لتولي متابعة الشأن السوري، وهذا ما سيعزز النشاط الصيني بهذا الخصوص، أي أن الصين وبعد استخدامها الفيتو كانت على علم بما سيحصل، واليوم وبعد أن توجهت أمريكا إلى شرق آسيا فإن الصين ضاعفت نشاطها في سوريا، بدليل أنها تقوم بتنسيق مواقفها معنا ومع روسيا في مفاوضات جنيف، أي أن الجماعات التي نعتبرها إرهابية كجماعة جيش الإسلام وأحرار الشام نشاهد أن روسيا والصين تعتبر هذه الجماعات إرهابية أيضا، وأن الموقف الصيني يقول بأن أي جماعة تحارب ضد النظام في سوريا تعتبر إرهابية بنظرها، وعليه فإن المنطقة تسير نحو العقلانية، ففي اليمن فشل العدوان رغم أنه قتل الآلاف ودمر المساجد والمستشفيات والمدارس وباقي المرافق، ولم تتمكن دول العدوان أن تكسر إرادة الشعب اليمني. وفي سوريا فإن الأوضاع الميدانية حقيقة تشير إلى أن الأوضاع الميدانية تشير إلى أن كافة الأطراف ترجح الحلول السياسية لمشاكل المنطقة بدلا من الحلول العسكرية، أي أن أدعية الحلول العسكرية قد فشلوا. ولحسن الحظ فإن المفاوضات أخذت مسارها في اليمن وكذلك في سوريا، وهذا ما كنا نريده منذ البداية وندعو إليه، وكنا نؤكد على ذلك منذ البداية على 4 نقاط، وهي وقف إطلاق النار ورفع مشاكل الشعب السوري وتفعيل المفاوضات السورية السورية، والنقطة الأخيرة السماح للشعب السوري أن يقرر مصير بلاده بنفسه عبر الانتخابات. وبصورة عامة أن المفاوضات تعتبر السبيل الأنجع لحل الأزمات في كل مكان، وأؤكد أن الحوار في كل مكان هو طريق الحل لكل طرف. هل يبقى انتخابات عمل بشيء معمول هسته؟ طيب دكتور، ذكرت مفاوضات جنيف السورية، هناك أنباء تتحدث عن وجود وفد إيراني ضمن هذه المفاوضات، هل هذا صحيح؟ ما هميشه با معارضه سوريه، لقد كنا منذ البدايه على اتصال مع المعارضه السوريه التي لم تحمل السلاح
وكانت تطالب بحل الأزمة عبر السبل الديمقراطية، وكنا نستمع إلى وجهات نظرهم دائما ونتشاور معهم. نعم، دائما كنا في اتصال مع هذه المعارضة ونستفيد من آرائهم. بعض نظراتهم نستفاد منها. هل تعتقد المفاوضات السورية الجارية في جنيف تسير باتجاهها الصحيح؟ ما فکر میکنم الان بهتر شده به خاطر اینکه اعتقد ان الاوضاع باتت افضل من الاول لانه تقرر ان يتم تعيين الجماعات الارهابية وتشخيص ان الجماعات التي تركت المفاوضات باتت لا حول ولا قوة لها وغير قادرة على الاستمرار في الحرب، وهم اليوم يعلمون بأن مصيرهم بات في خطر، وأن الجماعات التي لا تزال تواصل المفاوضات حق لها أن تتدخل في رسم مستقبل سوريا، وأن المفاوضات ستستمر بين الأطراف السورية للتوصل للحلول النهائية. لاحظ أن الانتخابات الأخيرة قد أجريت في كافة المحافظات سوى محافظتي الرقة وإدلب التي هي اليوم تحت سيطرة داعش وجبهة النصرة، واللتان تعتبران طبقا لقرارات مجلس الأمن جماعات إرهابية، وهذا لا يعني أن سكان إدلب والرقة لم يشاركوا، بل أن صناديق الاقتراع وضعت لسكانها الذين فروا منها في مخيماتهم ليتمكنوا في المشاركة في الانتخابات، وقد وضعت الصناديق في محيط مناطق أطراف دمشق واللاذقية وكذلك حمص وحماة، أي أن في سوريا ستشهد تشكيل مجلسا قويا، وأن الإقبال الشعبي المكثف على صناديق الاقتراع يعتبر تأكيدا على رفض الشعب السوري للإرهاب وللإرهابيين. فالشعب السوري يرفض وبشدة أن يتدخل الملك السعودي في شؤونه ويتخذ القرارات بشأنه، ويرفض كل من يتلقى الدعم المالي من السعودية ليقتل أبناء سوريا. فالشعب السوري شاهد أن بشار الأسد وقف بصلابة رافضا المنح السعودية والقطرية ليترك بلاده، وأن الشعب السوري يعتبر بشار الأسد غير مرتبط بالأجنبي، وقد تكون لبشار الأسد بعض الأخطاء ونحن نعترف بذلك، إلا أن الشعب السوري يعتبره الشخص الأفضل لقيادة بلاده، فهو يقوم بخدمة بلاده بصدقية ويقف إلى جانب شعبه ويحافظ على وحدة أراضي سوريا، ولن يسمح للأجنبي التدخل. وبصورة عامة إنه سوري، وأن الشعب السوري لن يصوت لغير بشار الأسد. فأنا كنت يوما سفيرا في سوريا وأنتم على علم بالقضايا العربية، ولن نجد أفضل وأكفأ من بشار الأسد لسوريا اليوم في ظل هذه الظروف. نعم، في المستقبل يجب أن تجري انتخابات وأن الشعب السوري سيشارك في الانتخابات، وأما ما يقال بشأن منع بشار الأسد من ترشيح نفسه للانتخابات في المستقبل فإن ذلك يعتبر إهانة منهم لمشاعر وفكر الشعب السوري وكذلك إرادته، فلو لم يكن الشعب السوري يريد بشار الأسد لم انتخبه، وأن الشعب السوري سينتخب بشار الأسد من جديد، وأن المطالبة بمنع بشار من الترشيح يؤكد بأن أعداء سوريا والغرب على علم بأن الشعب السوري سينتخبه، وأنهم قد ارتكبوا المجازر في سوريا منذ 5 سنوات، وأن الدعوات بشأن الدفاع عن الشعب السوري كذبة لا غير، وبالمقابل أن الشعب السوري ليس جاهلا، هو اليوم على مستوى عال من الوعي ويعلم جيدا أن بشار الأسد لو كان قد ارتكب المجازر لم انتخب. فالشعب السوري يشاهد أن بشار الأسد حافظ على وحدة أراضي بلاده ودافع عن استقلاله. نازشت خارجي بجاي سوري تعسن بجير خب دوسش من دولة. مفاوضات الأطراف اليمنية في الكويت هل برأيك تبشر بانفراج الأزمة اليمنية؟ إن شاء الله ينجور بشه. إن شاء الله سيكون كذلك، فالضغوط العسكرية فشلت في أن تفرض نفسها وتكسر الشعب اليمني، وأن الشعب اليمني الآن صامد وكذلك ثابت ومقاوم، وأن الجانب المقابل اعترف بأن الحل السياسي أفضل من العسكري، وهذا الشيء الذي كان يرفضه في السابق،
وبهذه الذريعة بدأ الجانب المقابل الحرب والعدوان. ففي البداية كانت المفاوضات جارية وأن الأطراف اليمنية قد اتفقت تقريبا لحل المشاكل، إن العدوان الأجنبي هو الذي دمر كل شيء. واليوم فإن المفاوضات مستمرة بين الجميع، ونحن نؤيد المفاوضات وندعو للتوصل لنتيجة لإنقاذ الشعب اليمني، وأن كل من يقف إلى جانب الشعب اليمني يؤيد المفاوضات، ومن يرفضها هو عدو الشعب اليمني والذي لا يريده الشعب اليمني، وهو الذي خلق لنفسه مشاكل وأعداء لعشرات السنين في اليمن. اليوم فإن أحفاد الشعب اليمني في المستقبل سيقولون بأن الملك السعودي قتل آباءنا وأجدادنا، وأن الحكومة المرتبطة بالسعودية وجلبت العدوان لن يكون لها بعد اليوم مكانة في اليمن، والغلبة ستكون لمن كان إلى جانب الشعب اليمني الذي قدم الشهداء والضحايا ولم يكن لهم مكان في اليمن في المستقبل، وتأكدوا من ذلك. السؤال الأخير دكتور حسين، هناك مخاوف من المحافظين بشأن سيطرة الإصلاحيين على البرلمان وبالتالي فتح باب النفوذ الغربي بعد الاتفاق النووي، كيف ترى هذه الرؤية؟ لا ليس هكذا، ومما لا شك فيه أن كل الشخصيات السياسية في إيران يرفضون التدخل الأمريكي، وأن أمريكا تعادي كل الشخصيات السياسية كخاتمي ورفسنجاني وقائد الثورة في إيران، لأن هؤلاء يرفضون التدخل الأمريكي. أمريكا لا تريد أي فكر إسلامي ومستقل في إيران، وفي إطار العداء الأمريكي لإيران لا فرق في من يحكم أمريكا، وشهد أن العداء الذي تكنه أمريكا لإيران في القضايا النووية، فخلافنا مع أمريكا هو خلاف نظامين. الأول يقول أن القائد يجب أن يكون عادلا وكذلك متقيا ومديرا ومدبرا، وهذه صفات قائد الثورة الإسلامية بالطبع، ذلك طبقا للدستور ونظرية ولاية الفقيه. وأما الثاني فإنه يقول بأن كل من يتمكن من السيطرة على الأمور هو المقبول، ولا يهم حتى لو كان مجرما. مشكلة أمريكا هي أن الشعب الأمريكي يجب أن ينتخب أحد الاثنين، أما كلينتون التي توجه الانتقادات اللاذعة لترامب، أو ترامب بتاريخه المعروف بتطرفه. وأن الشعب الأمريكي يعلم بأن الاثنين فاسدين وتاريخهم يسخر بالجرائم، فمن يتمتع بالقوة الإعلامية والمالية هو الذي يفوز بالرئاسة، وبصورة عامة أن القضية هي الحكومة الرأسمالية. فهنا في إيران نشاهد حكومة الصالحين، وفيما نشاهد في أمريكا حكومة الرأسمالية والتي هي سبب الفساد بأنواعه. حكومة الصالحين ونجا حكومة سرمايست كفساد نياره. في النهاية أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور حسين شيخ الإسلام مستشار رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، حتى لقاء آخر في أمان الله.